السلام عليكم، معكم علي، اهلا وسهلا بكم درس جديد. اذا كنت اول مره تشاهد القناه لا تنسى الاشتراك بالقناه وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. تكلمنا في فيديوهات سابقه عن اف كونديشنالز، اف الشرطيه. تكلمنا عن زيرو كونديشنال، فيرست كونديشنال، سكند كونديشنال. اللي يحب يرجع لهم على القناه موجوده هذه الفيديوهات. نتكلم في هذا الفيديو عن الحاله الرابعه والاخيره من اف كونديشنال، نسميها third conditional. إذن الشكل الثالث ل if conditional، نستخدم هذا الشكل نتكلم عن شيء في الماضي مستحيل أن يحدث. نتخيله، لو أني قمت بذاك الشيء في الماضي لم يحدث ذاك الشيء في الماضي، لكنه ذاك الشيء حدث وأنا لم أفعل أيضا ذاك الشيء. دخلنا فلسفة، لكن الحين من خلال الأمثلة بتكون عندنا الصورة أوضح. لاحظ هذين الجملتين: If I had driven more slowly I wouldn't have hit the car. يعني لو أنني كنت قدت بأكثر بطء أو ببطء أكثر سوف لن أكون قد ضربت السيارة، لكنني أنا قدت بشكل سريع ولم أقد ببطء، وأنا أيضا صدمت السيارة. إذن شيء خيال مستحيل يحدث، إذن في الماضي. إذن حدث الأول، لو أني فعلت هذا الشيء لما حدث ذاك الشيء، لكن من المستحيل جدا أن يحدث. لماذا؟ لأنه بهذا المثال أنا قدت بشكل جنوني وصدمت بذلك السيارة. She would have passed the exam if she had studied. هي كانت ستنجح في الاختبار أو في الامتحان لو أنها قد درست، لكن هي لم تدرس بالماضي، وبالتالي في الماضي أيضا فشلت في الامتحان. لكن أقول لو، إذن شيء نفترضه ونتخيله في الماضي مستحيل حدوثه. إذن لو، لاحظ، لو كنت قدت ببطء أكثر كنت سوف لن أضرب أو أصدم السيارة. أيضا كانت سوف تنجح في الماضي لو هي قد درست. نتعلم بعد هذه الفقرة كيف ترتيب هذه الجملة، أو ما هو شكل هذه الجملة حال الثيرد كونديشنال. كما نعلم سابقا زيرو كونديشنال لها شكل، فيرست كونديشنال شكل، سكند كونديشنال شكل، أيضا ثيرد كونديشنال لها شكل، ونترجمها ونترجم if لو. If he had got a lot of money he would have bought the island. يعني لو كان عنده الكثير من المال، شيء بالماضي هو لم يكن عنده، كان سيشتري الجزيرة. إذن كان سيشتري الجزيرة، إذن شيء متخيل في الماضي ومستحيل أن يحدث في الماضي. إذن نستخدم F. هو لم يكن عنده مال ولذلك ولم يشتري الجزيرة، فقط تخيلات. الشكل، لاحظ if بعدين يكون عندنا had got، هذا احنا نسميه past perfect، ماضي تام. كما قلنا الماضي التام بيكون had والفعل بالتصريف الثالث، عندنا got، عندنا get، got، got. ايضا عندنا go، went، gone. إذا نستخدم الشكل الثالث للفعل بعد had. إذا past perfect يعني had والفعل بالتصريف الثالث. بعدين نستخدم فاصلة. كل الجمل بالحالة الشرطية بيكون عندنا عبارة عن عبارتين. الأولى نسميها if close، عبارة الموجودة بها if. العبارة الثانية نسميها main close، يعني عبارة رئيسية. بيكون عندنا كما فاصلة بعدين would، واحدة منهم would
أو could أو might. Have والفعل بالتصرف الثالث. إذا نستخدم would have والفعل بالتصرف الثالث. Could have والفعل بالتصرف الثالث. Might have والفعل بالتصرف الثالث. لاحظ استخدمنا هنا would. Would بعدين have. دائما have ثابتة. يعني بعد would could might have ثابتة على طول. يتغير على حسب الفعل. مثل عندنا هنا bought ممكن كان على حسب الفعل. لكن would have ثابتة. Could have ثابتة. Might have ثابتة. يعني ممكن تستخدم would ممكن could ممكن might نفس الشيء. وhave بعدها على طول. ما نستخدم has ولا نستخدم had. دائما have بعد would could might. والفعل بالتصريف الثالث. نلاحظ would have bought. إذن had got نسميه past perfect. بعدين would have كما قلنا have ثابتة والفعل بالتصريف الثالث. بعد هذه الفقرة نتعلم متى أستخدم third conditional. متى أستخدم third conditional to talk about unreal situations in the past. يعني مواقف غير حقيقية أو غير واقعية في الماضي. To imagine things that didn't happen. لنتخيل أشياء التي لم تحدث أصلا. إذن أشياء غير واقعية في الماضي وأشياء نتخيلها وهي أصلا بالحقيقة لم تحدث أو لم تقع. If the weather had been better we would have gone sailing. يعني لو كان الجو أفضل. الجو أصلا لم يكن أفضل كان سيء. We would have gone sailing. كنا قد ذهبنا للبحار. The weather was in fact bad and we didn't go sailing. أصلا في الواقع كان الطقس سيء ونحن لم نذهب للبحار. الحدثين لم يقع فقط نتخيل الطقس كان سيء ونحن لم نذهب. لكن نقول if the weather had been better لو كان الطقس أفضل we would have gone sailing. كنا قد ذهبنا للبحار لكن الطقس كان سيء ونحن لم نذهب للبحار. إذا استخدام third conditional لنتكلم عن unreal situations مواقف غير واقعية غير حقيقية في الماضي أو نتخيل أشياء لم تحدث أصلا في الماضي. نترجم if لو. اللحظة هذه الجملة if I had known you were ill I would have found you. يعني لو كنت أعرف بأنك كنت مريض I would have found you. سأكون قد اتصلت بك. لكن أنا لم أعرف أنك مريض ولم أتصل بك. اللحظة استخدمنا had. Had known يعني had والفعل بالتصرف الثالث هذا يكون ماضي تام. بالأول if لازم يكون عندنا فاصلة. I would have found. نستخدم would كما قلنا. Have على طول have ما التغير والفعل بالتصريف الثالث. نحفظها would have والفعل يكون بالتصريف الثالث. يعني بس نحفظها بهذا الشكل. I didn't know you were ill so I didn't phone you. إذا لم أعرف بأنك مريض أو كنت مريض لذلك أنا لم أتصل بك. إذا حدثين في الماضي اثنانهم غير واقعيين. هذا لم يحدث وهذا لم يحدث. فقط نقول لو نتخيل. ممكن نستخدم if بالوسط. ممكن نبدأ جملة I would have found you. بعدها استخدم if I had known you were ill. لكن إذا صارت if أو أصبحت if في الوسط نحذف الفاصلة. لاحظ هذا المثال if you had told me you were in a hurry I could have given you a gift. يعني لو أنك قد أخبرتني أنك كنت في عجلة من أمرك I could have given you a gift. كنت سأعطيك هدية أو أقدم لك هدية لكن أنت لم تخبرني وأنا لم أعطيك. إذن شيء خيالي في الماضي. You didn't tell me you were in a hurry. أنت لم
تخبرني أنك كنت في عجلة من أمريكا يعني and I didn't give you a gift وأنا لم أعطيك هدية. إذن if you had told me you were in a hurry I could have given you a gift. Had الفعل بالتصرف الثالث كما فاصلة أيضا استخدمنا could have والفعل بالتصريف الثالث كما قلنا ممكن could استبدلها ب might ممكن استخدمها ب would احدهما صحيحه. لاحظ had verb 3 يعني نقصد به ماضي تام لازم يكون عندنا فاعل بعدين فعل نقصد به بالماضي التام وتكمله الجمله. اذا هذه كلها تكمله الجمله. الجمله الثانيه بيكون عندنا could have verb 3 بيكون عندنا فاعل وكود وهاف والفعل بالتصريف الثالث. كما نعلم الجملة لازم تكون فاعل وفعل وتكملة الجملة، لكن هنا فقط كتبت الفعل هاد والفعل بالتصريف الثالث، لازم يكون عندنا فاعل. هي ترجمتها لو أنك أخبرتني، لو أنت أخبرتني أو قد أخبرتني، إذا استخدم فاعل وتكملة الجملة. إذن بهذا الشكل انهينا درسنا لهذا اليوم، تكلمنا فيه عن third conditional وقلنا if نترجمها لو بيكون عندنا جملة الشرط if conditional بيكون عندنا الجزء الأول نسميه if close الجزء الثاني نسميه main close. if close بيكون عندنا if وهاد والفعل بالتصرف الثالث يعني ماضي تام نضع فاصلة بعدين بيكون عندنا would have verb 3. أيضا قلنا نستخدم أحدى هذه الأفعال الناقصة would could might إحداهما صحيحة. أيضا تكلمنا عن استخدام third conditional قلنا نستخدمها لنتحدث عن شيء متخيل في الماضي أصلا لم يحدث. بهذا الشكل أنهينا الأربع حالات من if conditional. الحب يرجع الفيديوهات السابقة zero conditional first conditional second conditional وهذا الفيديو عن third conditional. أتمنى قدمت شيء للفائدة. إذا عجبكم الفيديو لا تنسى الاشتراك بالقناة ووضع لايك للفيديو وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.